عسلامة. اليوم نحن متواجدين في المجد العباس من ولاية القصرين، ماجي المشهورة برشا بمنتوجاتها البيولوجية. اليوم باش نركزوا على المشماش البيولوجي اللي نحوه تقريبا من كل عام من 15 ماي حتى 30 جوان. كل عائلة تقريبا في الماجن تعول منه، نشيخوه تقريبا 20 يوم، نعرضوه للشمس باش يشيح ونخبوه مدة عام كامل، نستعملوه في أكلاتنا التقليدية. فيه برشا أنواع، مثلا قصرين دو اللي هو يكون كعبته تكون كبيرة شوي وحلوة أكثر من المشماش الآخر. باش نركزوا اليوم على المشماش، في أكلة من أكلاتنا التقليدية اللي هي الكسكسي. توا باش نتعدوا المراحل ترتيب الكسكسي. أول حاجة باش نحطوا شوية زيت زيتونة، زيت زيتونة بيولوجي نتاع المجد العباس، نقلوا بصلة كبيرة، بعد نحطوا الفاحات نتاعنا التونسية، طماطم معجونة، شوية فلفل زينة، شوية فاخ، شوية كركم وشوية ملح، نقلوهم شوي وبعد نصبوا الماء، نحطوا الحمص. توا نحطوا الخضرة، أول حاجة نحطوا السناريا ونجو المكون الرئيسي نتاعنا اللي هو الفرماز، نحطوه، نحطوا الفرماز، نحطوا العدس، نحطوا اللوزف. بعد ما حطيناه يغلي، بعد ما تطيب السفناريا والخضرة اللي حطيناها، نحطوا نجور مرحلة البطاطا والقرع، فلفل قرن، فلفل شوية، فلفل أكحل. بعد ما خلينا المرقة تطيب، توا باش نشوفوا مراحل تحضير الكسكسي. أول حاجة نحطوا الكسكسي في حاجة واسعة، في صحفة واسعة، نصبوا عليه شوية ماء، نخلطوه نحركوه بالقدا، وبقية الماء نكبوه نحركوه بالقدا ونحطوه في الكسكيس يفور. في المرحلة الأخرى بعد ما طاب الكسكسي، نخلطوه بالمرقة نتاعو يولي لونه أحمر بالقدا، وبعد نحطو فوقه الخضرة اللي طابت والفرماز، نحطوه من فوق نزينو بيه ونحطوه في تبسي وصحو بالشفاء.